جزاكم الله خيرا شيخ صالح. يقول السائل هذا أيضا من الجزائر، له سؤال عن كثرة الوساوس. يقول: اختلف العلماء في مسألة الرجل الذي كثرت عليه الوساوس. بعض أهل العلم يقولون بأنه يعيد الصلاة، والبعض الآخر يقولون يسجد سجود سهو. ما هو الجواب في ذلك مأجورين؟ الوسواس لا يسجد من أجله، ولا يقول أهل العلم بذلك. الوسواس من الشيطان، فعليه أن يتركه وأن يستعيذ بالله ويرجع إلى صلاته، وليس عليه سجود سهو.